ايه ده يا كاميليا؟ حادي بادي كرنب زبادي حزر فزر يا استاذي. ده محشي ورق عنب ومحشي كوسة. واو، ده بقى كرنب. الله اكبر، الله اكبر عليك، بجد بجد انا فخوره بيك حضرتك يا استاذ. يعني الحاسه دي مش موجوده غير عند كائن واحد بس، الكلب. نعم؟ لا لا لا، ما اقصدش ده انا اقصد، اتفضل اتفضل، يعني اقصد ان حضرتك يعني ده ولا شيف الشربيني. اتفضل. برافو يا كاميليا، برافو. تصدقي يا كاميليا، وانا صغير كانوا دايما يدلعوني يقولوا لي يا شربيني. ايه ده، هو شيف الشربيني موجود من وانت صغير؟ نعم. انت عايزه كام مليون استاذ؟ انا بصراحه بقى زهقت من الشغل البسيط، انا نفسي تكلفني بمهمه يعني اثبت فيها ان انا صحفيه عظيمه، صحفيه قد المسؤوليه. يا استاذ يا استاذ، ارجوك ارجوك اديني فرصتي، وطبعا كل ده تحت ارشادك وتنبيهاتك، واوعدك ان انا هكسر الدنيا. يا خوف لك كسر دماغ احنا وكسر القرنان. بتقول حاجه يا استاذ؟ بص يا كامل، انا هكلفك بتحقيق صحفي جامد قوي، وريني همتك انت بقى. طبعا طبعا، انا تحت امرك. الله، حلوه قوي. دوق كده دلوقتي ده. بالراحه بالراحه، فظيع، حلوه قوي. بالراحه يا كمالي. بص يا كمالي، انا عايزك تعملي تحقيق صحفي عن النشطاء السياسيين ومصادر التمويل بتاعتهم الداخليه والخارجيه، المعلنه منها واللي مش معلنه. بس كده؟ دي حاجه سهله قوي قوي يا استاذ. طب انت ما قلتليش ليه كده من بدري؟ لا يا كمالي، ده مش سهل يا حبيبتي، مش سهل. انت لما تيجي تتعاملي مع النشطاء السياسيين دول، خاصة اللي ليهم مصادر تمويل من الداخل ومن الخارج، لا دول ممكن يلففوك حوالين نفسك. ايه يا استاذ؟ انت بتخوفني ليه؟ حضرتك المفروض يبقى صبرتي ليا ان انا انجح. حرام عليك، ما تعملش فيا كده. ما تخافش عليا يا استاذ، ده انا كاميليا. تفتكري يا استاذ كاميليا اللي لفت صوابع المحشي ده صباع صباع بمقاس واحد، حد يقدر يلفها؟ اه كمالي، مش كل مقاس واحد يعني، ليه تخين ورفيع برضه يعني. بجد والله، معلش بقى كنت مستعجل يا استاذ، معلش. بس انا عايزه طلب صغير والنبي. والله ممكن حضرتك بعد بسم الله ما شاء الله وبالهنا والشفاء يعني تخلص طبق المحشي، ممكن ترجع لي اخر صينيه في جهازي؟ فنم، ايه معنى كلامك ده؟ مش فاهم. انا ايه خدته منك وما رجعتوش قبل كده؟ لا، ما يعني حضرتك انا جهازي كله عندك في المطبخ. عندي في المطبخ ايه يا ماما؟ انت تعرفي جهاز ايه؟ اتفضلي يا ماما، اتفضلي روحي دوري في المطبخ اللي عندك ولا في البوفيه اللي هنا. حاضر حاضر يا استاذ، ما تتعصبش كده. عشان ما دقتش البتنجان ده، بحبه قوي. ما دقتيش ايه؟ انت جايبهولي ولا ليكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل.